اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روزا تشانل وفيديو جديد عن كارن بورسن وهند ارتشل. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. عاملين فولو على انستغرام، تنسوش تعملوا سبسكرايب للقنوات التانية، سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن كارن بورسن وهند ارتشل واخر اخبارهم واعلان حبهم على السوشيال ميديا بصور واضحه وصريحه منهم هما لكل المتابعين اللي بيتابعوهم من كل انحاء العالم، وايضا الهديه الغير متوقعه اللي اشتراها متابعينهم لكرم وهندا. فكملوا الفيديو للاخر. هندا ارتشل نزلت الصوره دي على حسابها في الانستجرام ستوري، ولاحظنا انها بتحاول توضح السلسله اللي هي لابساها، لان الصوره تقريبا كلها مفيش غير السلسله اللي ظاهره جدا في الصوره. وخدنا بالنا ان السلسله دي مش اول مره تلبسها، كمان لبستها قبل كده في مطعم مع غمز اختها وجانير زوج اختها. وايضا لاحظنا ان كارن بورسن لابس نفس السلسله في صوره مختلفه، وايضا الصوره دي لكارن بورسن كان لابس السلسله لكن ما كانتش باينه قوي، لكن لو اخدتوا بالكم هتلاقوا انها نفس الشكل. وهحط لكم دايره دلوقتي عشان تفهموا قصدي ايه. وفي المالديف لو اخدتوا بالكم ان كارن وهندا لابسين نفس القبعه في صورتين مختلفين، يعني مش بس بيتشاركوا السلسله، لا كمان بيتشاركوا حاجات تانية زي القبعه. وانتشرت اخبار كتير جدا ان السلسلة دي ليها علاقة بتسجيل صوتي من كرم على شكل سلسلة. حاولت ادور على اصل هل فعلا السلسلة دي عبارة عن تسجيل صوتي من كرم بورسن او لا، لكن ملقتش اصل الموضوع. بس اللي انا شايفاه ان هو كمان ليه علاقة شوية بالجيم، لانه ممكن يكون شبه الدمبل شوية، انما ان هو ليه علاقة بتسجيل صوتي انا مش عارفة الموضوع ده، فلو انتوا تعرفوه اكتبولي في الكومنتات. بعد الصورة دي انتشر موضوع على كل السوشيال ميديا وكل الناس كانت بتتكلم عنه، واللي هو ان الفانز التركي اشترى نجمة بمناسبة علاقة الهانكر وقدموها ليهم هدية وسموها باسمهم. في المستقبل هندا وكرم هيقدروا يشوفوها بالمجهر زي ايدا وسركان كده مكانه في المسلسل. وده شكر من المتابعين لهندا وكرم ان كل تحليلاتهم طلعت صح، وان فعلا هما في علاقة، وانه اخيرا الحب انتصر وتحليلات الفانز انتصرت على كل الاشاعات اللي كانت بتطلع ان هما مش في علاقه مع بعض. وحتى كرم وهندا كانوا دايما بيكذبوا ان هما مش في علاقه، ودايما المتابعين كانوا ثابتين على قرارهم ان هما بيحبوا بعض. فلما تم تاكيد ان هما في علاقه اشتروا النجمه دي بمناسبه علاقه هندا وكرم. بعدها لقينا كرم بورسن منزل الصوره دي، وهندا ارتشل وكرم بورسن كانوا مع بعض في قارب في البحر، وكاتب عليها في وسط المحيط مع قارب ونحن الاثنين فقط، ثلاث نقط مثالي. هند تسكت، لا نزلت الصورتين دول وكتبت عليها ما راح يجعل الرشاشات تتفرقع، ثلاث نقط مثالي. ويعتبر كرم هند نزلوا الصور في نفس الوقت، يعني زي ما قلت لكم في الانستجرام ستوري ان هما كانوا قاعدين مع بعض وقالوا يلا نجن المتابعين ونزلوا الصور مع بعض. وبكده كرم هند اعلنوا حبهم رسميا لكل المتابعين بالصور اللي نزلت دي وبالمثالي اللي كاتبينها في الكابشن بتاع الصور. عشان كده كنت بقول لكم الكابشن بثلاث نقط مثالي، لان المثالي دي اهم شيء في الكابشن كله. وفي تغريدات كتير قوي على تويتر لفتت نظري، لكن الاتنين دول لفتوا نظري اكتر حاجه. في الصوره دي كرم لما قلت لكم قبل كده ان هند راحت له في كواليس مسلسله بالظبط بالظبط اللي بيتعرض على الانترنت، فحطوا الصورتين وقالوا ان هما نفس الفرحه ما بين كرم في الكواليس وكرم في المالديف. والصورة التانية بسنة 2020 هندا لما كانت في رحلتها في المالديف وكانت كاتبة في الصورة قال بني يعني خذني. والصورة مع كرم كانت في 2021، وبما معناه يعني ان كرم هو اللي اخذك. وفي صحيفة نشرت الاخبار وقالت شاهدنا هندا وكرم اللذان كانا يتحدثان عن الحب لفترة من الوقت يدا بيد في المالديف. وفقا لموقع فني تركي هندا وكرم أخدوا كل أنظار الجماهير في المطار عند عودتهما من المالديف، إنها كانت أجازة لمدة أسبوع. وانتشر صورهم فجأة في مواقع التواصل الاجتماعي ودخلوا في قائمة الترند في تويتر. وآخر مقابلة قام بها كرم بورسن قال فيها يمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، كان يقصد بكلامه إن هو ممكن يكون في علاقة مع هند أرتشل في أي وقت. وفعلا ده اللي حصل، يعني لو لاحظنا إن في آخر كام مقابلة ليهم كانوا دايما بيقولوا ممكن اي شيء يحصل في اي وقت، واكيد كانوا يقصدوا ان هما ممكن يعلنوا حبهم في اي وقت، وفعلا ده اللي حصل. وهي دي التعليقات اللي جت لكرم وهند على صورهم،
دي لارا صديقة هند علقت بقلوب زرقاء. نسل هانور بتكون بدور أيدان في مسلسل تأترك بابي، علقت وقالت فاينالي أخيرا، وقالت كمان انتم الاتنين حتى الفراشات تجعلونها سعيدة. جينيفر وهي مديرة أعمال كرم علقت بإيموجي النار، وكرم رد عليها بالإيموجيات دي. وغمزة أخت هند علقت وقالت له ولكن نحن أيضا موجودين، إن هو هند ما كانوش موجودين بس في البحر زي ما كتب في الكابشن بتاع الصورة، لا كمان غمزة وجانير كانوا موجودين. يعني ده نوع من أنواع المسح ما بين غمزة وما بين كرم. ميليسا أخت كرم علقت بإيموجي النار، وأخيرا ميليسا قررت إنها تكتب كومنت على صورهم. نيلايكو علقت بالإيموجي ده. أشيلي ممثلة أمريكية علقت وقالت سعيدة جدا من أجلك. جان صديق كرم كتب أسطورة. وصديقة والدة كرم علقت بإيموجي العين. يعني واضح إن موضوع حبهم مشهور من زمان بين العائلات، لكن ما كانوش معلنين عنه. شرب اللي بيكون بدور أردام علق وقال أمانم، الكلمة المشهورة بتاعت كرم وهند. وأسينا مديرة الإنتاج مسلسل تأترك بابي علقت بالقلب. والممثلة السوق اللي مثلت قبل كده مع كرم بورسن في مسلسل مسألة شرف علقت لهندا على صورتها وكتبت هندا وقلوب. يعني كل الكومنتات كانت عبارة عن تهنئة لكرم وهندا بعلاقتهم. والفانز على تويتر عملوا الصورة دي ان هما بينطوا في الصورة كأنهم بيكتبوا حروف اسمهم. فانز يعني مش طبيعي، ازاي فكروا في الفكرة دي انا مش عارفة. والممثلة نسلهان نزلت الصورة دي، متابعة من المتابعين كتبت ان السيدة دي فيها شيء، زي ما بيقولوا السيدة دي فيها شيء لله، لانها كل ما تطلع حما لممثل وممثلة في مسلسل يحبوا بعض، زي مسلسل موسم الكرز الابطال حبوا بعض في الحقيقة، وايضا في مسلسل تأترك بابل الابطال حبوا بعض في الحقيقة. والاخبار اللي هقولها دلوقتي انا مش قادرة احدد هي صحيحة لقد ايه، لكن هي منتشرة جدا فحبيت ان انا اقولها لكم. المسافة بين بيت كرم وهندا 3 دقايق، عشان كده في اخبار انتشرت ان كرم استأجر بيت قريب من بيت هندا، لكن هو لحد الان مازال موجود في بيته اللي كان موجود فيه من قبل ما يصور مسلسل تأترك بابي، عشان كده المعلومة دي انا مش متأكدة منها. كرم وهندا هيكون ليهم مشروع على منصة رقمية من شركة انتاج كرم، وكرم هو اللي هينظم المشروع ده بنفسه. لو ما تعرفوش ان كرم عنده شركة انتاج موجودة في تركيا، وبالمناسبة الشركة دي اللي اتقابل فيها هندا وكرم اول مرة في حياتهم، والشركة دي اسمها بروفي بورن، وانتج فيها اكتر من شيء، لكن المشهور فيها هو فيلم لعبة جيدة اللي كان من بطولة مارت يازجي وافرا ساريتش، واصبحوا حبيبين بعد الفيلم ده. وايضا مسلسل دماء ابدية في عروق تركيا كان على منصة بلو تي في على الانترنت، وايضا اتعرض على نتفليكس. في معلومات بتقول ان كرم مش هيقص شعره زي ما احنا شفنا في الصور ان شعره طويل، وقدر ان هو يوصل اتفاق مع شركة الانتاج والسيناريو ان هما يغيروا شكله في السيناريو عشان شعر الطويل يناسب مظهره شخصية سركان بلاط في المسلسل في الموسم الثاني. وبس كده، دي كل الاخبار اللي عندي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.